ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحلل السياسي العراقي السيد محمد خطاب العمر. أستاذ محمد، مرحبا بك. رئيس الحكومة العبادي حذر من محاولات خلط الأوراق، كيف ترى موقف العبادي بعد تفكك تحالفه الانتخابي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتكلم نحن عن الانتخابات العامة اللي تقود بلدنا واللي تحدث في منتصف العام الحالي. نتحدث عن انتخابات تحت ظل حكومة تستشري بها الميليشيات وتقودها الميليشيات. أي انتخابات نتحدث عنها وشعبنا يذوق الأمرين، ونتجول في بلد يستشري به الفساد والميليشيات السائبة الطاغية من إيران، فلا نعلم هل الأحزاب الدينية التي دخلت وتحكم البلاد هي حاليا الآن تنطوي تحت ظل المجاميع والأحزاب العلمانية، هل تعبر هذه المرحلة على الشعب العراقي؟ أنا أقول لا. طيب، النازحين والمهجرين ما هو ذنبهم؟ هل تعلم سيد العزيز هناك محافظات بها نازحين يمنعون من الدخول لحد هذه اللحظة؟ البرلمان فشل في تمرير قانون الانتخابات في جلسته الأخيرة، كيف تقرأ ذلك؟ والله أستاذ العزيز، نحن حاليا الانتخابات هي مسيرة، الأحزاب التي تقودها داخل البرلمان مسيرة، وقاسم السليماني هو من يقود المرحلة السياسية في العراق، فلا أعلم أي انتخابات نتحدث عنها وأي برلمان. ويتحدث معنا يوم أمس صلاح الكوري النائب من محافظة ديالى يطلب تأجيل الانتخابات لمدة عام وأبقى البرلمان على وضعه، هل هذا باب جديد للسرقة؟ تحالف القوى صرح أنه سيقدم طلبا آخر بجلسة البرلمان لتأجيل الانتخابات، يعني إلى أي مدى تتوقع أن ينجح في ذلك؟ إن كانت الضغوطات وإن كانت العملية السياسية تجري على ما هو عليه والمخطط الأول والأخير هو إيران، أنا أتوقع لا توجد انتخابات. طيب، إلى أي مدى ترى يعني دعوة نوري المالكي إلى تشكيل حكومة أغلبية هو رهان ربما على ثقله السياسي؟ المالكي الآن يتخبط وتشبك بأبناء الجنوب، لكن أبناء الجنوب الآن أفهم وأوعى من المرحلة السابقة، فهذا الحديث معهم لا يكفي الآن. المالكي انفصل عن حزب الدعوة، وحزب الدعوة دخل بقائمة جديدة، وهو دخل بقائمة جديدة لكي أعداء المالكي يذهبوا إلى العبادي، وأعداء العباد يذهبوا إلى المالكي، وبعد الانتخابات سيأتلفون فيما بينهم، وهذه الصحبة لن تسير ولن تجري على الشعب العراقي. الشعب العراقي الآن أوعى، كما صرحت وزارة الهجرة والمهجرين في آخر تصريح لها، يوجد 2 مليون من النازحين من محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة خارج المحافظات. يا سيدي العزيز، أي انتخابات؟ طيب، هناك من يرى أستاذ محمد أن إيران ستضبط ميزان القوى للأحزاب المشاركة في الانتخابات، أي دور يعني تتوقع أن يكون لإيران في العملية السياسية المقبلة؟ سيد العزيز، الدور الأول والأخير هو بيد إيران. العملية السياسية الآن هي بيد إيران، ولا أحد يستطيع نكران ذلك. قاسم السليماني قاد المفاوضات مع إقليم كردستان، قاسم السليماني من يرفع العلم في كركوك، قاسم السليماني من يرفع العلم في العراق، فهل ننكر تواجد او تدخل القوى الفارسيه في العراق؟ هذا لا يوجد غبار عليه يا سيد العزيز. نعم، نحن الان
ولاية صغيرة تابعة أو ضيعة كما يقال، ضيعة تابعة إلى بني فارس. وكل الأحزاب وكما تعلمون وكما شاهدتم لم تعين رئيس البرلمان دكتور سليم الجبوري إلا بعد أن أثبت الولاء والطاعة لإيران. شكرا لك من فيينا المحلل السياسي العراقي السيد محمد خطاب العمرة، شكرا جزيلا لك.